السلام عليكم. بالفيديو السابق حكينا عن تخصيص الديافرانكس وحكينا عن كم موضوع باختصار. راح يكون في له كل موضوع راح يكون في فيديو شرح كامل. بهالفيديو راح احكي عن التشيك للأرثوغونال افكت. من ضمن التشيك للأرثوغونال افكت في حالة بتنعمل بداية المشروع من تقسيم العناصر المقاومة للأحمال الجانبية بينعرف أول تشيك المفروض ينعمل قبل الديفاين للود باترنز مشان نعرف كيف رح نعرف الـ EQ إذا حنعرفها EQ شاملة أو حنقسمها لـ EQX و EQY. وتاني تشيك أو الحالات اللي بعدها بينعرفوا بعد ما ينعمل ران، يعني رح نرجع للتشيك بعد الران. رح أحكي باختصار قبل ما فوت بالفيديو القادم عن الديفاين لود كومبينيشنز. راح احكي عن موضوع مهم كتير، موضوع الفيرتيكال افكت للزلازل، بس راح احكي عنه باختصار ونفصله بالفيديو الجاي. أرثوغونال افكت بكل بساطة في كم شرط الكود فرضه، اذا تحقق على المبنى راح نضطر ناخد تأثير القوة المتعامدة، قوة الزلازل المتعامدة بعين الاعتبار. يعني عندي الـ EQX و EQY بدي اخذ تأثير بعين الاعتبار، كيف بنجمع الـ EQX اول مرة يعني بلس وماينس للـ EQY ل 30% من الـ EQY، ونرجع بنجمع الـ EQY ل 30% من الـ EQX بالحالتين بلس وماينس. إذا بنشوف هون في الشروط راح نشوفها من الكود بالسكشن 16 ل 30.1، 16 ل 33.1. إذا بنشوف أول شيء بده يكون بالزون 2 3 4، بيطبع علينا نحن 2.5. تاني شيء بيكون عندنا بلان irregularity تايب 5 بنشوفها بال تيبل 16 ام وتايب 1، بس بالبوث اكسس بنشوفها كمان بالتيبل 16 ام. تل شي بيكون عنا كولوم مشترك ب 2 or more lateral force resisting system، نحنا ما عنا الكولومز ما دخلوا بمقاومة الزلازل. وهلا بنشوف شو بنطبق. لنروح على التيبل، راح بكوبي نروح على التيبل 16 ام، نشوف تايب 1 وتايب 5. تايب 1 يكون عنا عدم انتظام الفتل، ما رح يبين معنا الا بعد الران. نشوف تايب 5 نان بارلل سيستمز، يعني العناصر مقاومة للأحمال الجانبية. بحالتنا الشير وولز مباني تانية ممكن يفوت الفريم، او في كذا سيستم يكون مقاوم للأحمال الجانبية. ما يكون بارلل هيدا الالمنت، ما يكون بارلل لل الاكس والواي. داخلين بالكود قصة السيمتريك، انا راح اهملها هلا بهالبروجكت. بالبروجكت الجاي راح يكون في عدم انتظام واضح. راح الافضل بكل المشاريع ناخد قصة الارثوغونال افكت بعين الاعتبار، لانه كتير صعب بيطبقوا الشروط الموجودة. نرجع لصفحة 19 نشوف الكود شو موصلنا. ناخد الكود الموضح، ناخد 100% من الاتجاه الرئيسي و 30% من الاتجاه السنوي، وفي طريقة جمع SRSS رح ناخدها لما نشوف الديناميكس. هلا كاستاتيك رح نطبقها باللود كومبينيشن. مثل ما شايفين تطبيقها، رح يكون في تطبيق لبروجكت بعد هالبروجكت اللي عم نشتغل فيه هلا. بالبروجكت اللي عم نشتغل فيه هلا اهملنا الارثوغونال افكت. بدي احكي عن القوة اللي بناخد منها 30%، الـ EQY اللي بناخد 30% او الـ EQX اللي بناخد منها 30%. فينا نستغني عن الـ eccentricity وهالشي موضح بالكود الجديد. اما الـ EQ اللي بناخد منها 100% لازم يفوت فيها الـ eccentricity، يعني نحنا بنعرف load pattern EQ مثلا بنسميه EQ1 بتكون بدون eccentricity لنجمعها نضربها ب 30%. نفس الشي بناخد EQ1
بتكون بدون اكسنتريستي لتكون 30%. بنرجع بناخد اي كيو اكس او اي كيو اكس 1 واي كيو واي 1، بنرجع بناخد اي كيو اكس 2 بتكون ضامه الاكسنتريستي بالبلس والماينس، بنرجع بناخد اي كيو واي 2 بتكون ضامه الاكسنتريستي بالبلس والماينس. اما بهالبروجكت راح يكون عندنا بس اي كيو ضامه كل الحالات، وما راح ناخذ الاورثوغونال افكت بعين الاعتبار. بدي احكي عن موضوع باللود كومبينيشن، راح يكون موضوع الفيديو القادم لود كومبينيشن. بدي احكي عن موضوع الفيرتيكال افكت، مثل ما حكينا ممكن نحن ناخذ الفيرتيكال افكت خاصه بالديناميك، يكون فانكشن معينه في مهندسين بياخذوا جزء من الفانكشن الرئيسيه، في مهندسين بيدخلوا فانكشن خاصه بالفيرتيكال افكت. الكود سمح لنا بانه ناخذ ما ناخذ فانكشن خصوصي، ناخذ جزء من الديد لود بالكود. اذا بنشوف بالسكشن 16 30 1 1، بالكود بالسكشن 16 30 1 1، 16 30 1 1 من الكود. الكود قايلنا ناخد محصلة ال EV، ال EV هي ال vertical، سمحنا ب 0.5 CA. CA حكينا عنها بفيديو قبل، بيتاخد من الجداول لما شفنا soil profile. والزون قلنا اخذنا الافرج وقتها طلع 0.25. الاي عامل اهمية طلع ب 1، يعني مثل ما شايفين اذا كانت اللود كومبينيشن اصلي 1.2 دي بنجمع عليها مرة وبنطرح مرة الفيرتيكال افكت اللي حكينا عنها، واذا كانت 0.9 دي بنجمع 0.9 مرة وبنطرح مرة مثل ما بنشوف، بنجمع مرة وبنطرح مرة للفيرتيكال افكت، بنطبقها باللود كومبينيشن. رح نشوفها بتفصيل بالفيديو الجاي.